تلبي مطالب الشعب، الشعب كلش واضح وصريح بمطالبه. بالنسبه اللي اختاروه محمد علاوي ابدا ما يطابق الشروط اللي رادها الشعب، ازدواج الجنسيه مرشح من قبل الاحزاب، احنا نريد شخص يطلع من رحم هذه الارض، من رحم هذه المظاهرات، ومن رحم هذا الشعب، حاسس بمعاناه الشعب، الشعب كلش تعب وما حد جاي يسمع مطالب هذه الشباب. الحد هسه مستمر القتل والقمع وحرق الخيام الى متى؟ احنا مستحيل بعد نتقبل هذا الوضع، مستحيل نرجع. ليه كل شيء صار واضح يعني، واللعب صار كلش على المكشوف، صار اللي يهددنا ويقتلنا عينك عينك، يهدد وينفذ الى متى؟ هذا الاضراب صار يعني شوكه بعنق كل انسان يمنع هذا الاعتصام. وطبعا اكو هوايه جهات تريد تلغي هذا الاضراب، واعتقد يعني راح توصل لمبتغاها اذا احنا استسلمنا ووقفنا. يتهمونا ان احنا تاركين مستقبلنا وطالعين، بالعكس هاي اول مره بحياتي اطلع على مود مستقبلي، اول مره اترك مقعد الدراسه واطلع على مود مستقبلي. انا بهاي الساحات اطلب مستقبلي، اي مستقبل، اي تعيين. شوفوا حال المستشفيات، شوفوا حال المدارس، بالعكس هاي طلعتنا الوحيده هي على مود المستقبل. ان شاء الله مستمرين وما راح نترك المظاهرات، حتى لو اضطرينا نرجع راح نبقى نسوي مسيرات ونبقى نساند اخواننا المتظاهرين ونطلب ثار الشهيد، مستحيل يضيع دم الشهيد. طلاب ساحات اعتصام البصرة نرفض انه يكون شخص مشترك بالعملية السياسية او شخص له ايد سابقة. احنا طلعنا نريد شخص نزيه، شخص مستقل. لابد اكو شخصيات خوفا على مصالحها الخاصة او من باب ثاني او من جانب اخر، ممكن انه هاي المحاولات موجودة من قبل عمداء الكليات بدون ذكر اسماء. ابرز الهتافات هي هتافات وطنية حول توحيد وطن، قضية وطن، قضية شعب. الهتافات اكبر من قضية ان تسقيط شخصية سياسية او تسقيط نظام. الهتافات انه هتافات حرية، هتافات كرامة، هتافات توحيد، توحيد كرامة وتوحيد وطن. الامر اكبر من انه يعني سالفة خوف او كذا. احنا صار 16 سنة او 17 سنة متحملين كل هذا الاذى والظلم. الامر قضية وطن، احنا طالعين ندور كرامة، طالعين نضمن، مو مشكلة نضحي بسنة واحدة حتى نضمن سنة او نضمن مستقبل اجيالنا، وان كان نضحي بعمرنا الخاطر الاجيال القادمة. الشجاعة مطلوبة، مو مشكلة نضحي بعمرنا، نضحي بهذه المرحلة بحياتنا من اجل انه نضمن مستقبل افضل، مستقبل الاجيال القادمة، الاجيال اللي راح تجي ورانا. الدافع اكبر انه تهديدات، احنا جاي نتهدد كل يوم، جاي نتهدد على مواقع التواصل الاجتماعي، جاي اقرب الناس انهم جاي يتعرضون للتهديد، بس احنا اقوى من هذا الشيء، احنا اكبر من قضيه انه تهديد. احنا اعتادينا على اساليب القمع والترهيب والخضوع، احنا خلاص وصلنا مرحله انه هذا الجيل خلى كرامته اكثر من سلب الحقوق، كرامته اكبر من انه يسلب حقه. خلاص ما عندنا غير ارواحنا واحنا مضحين بها خاطر هذا الوطن، خاطر هذا الوضع، خاطر ان الوضع يتحسن والوضع يتصلح، وان شاء الله خير. اول شيء نرفض محمد علاوي رئيس وزراء، هو مرشح من الاحزاب وهو اجى على نظام المحاصصه واجى على اتفاق قتل حزبيه احنا رافضيها اصلا. فيعني انت ما تتوقع من واحد فاسد ممكن يخدم الشعب العراقي. احنا ردنا واحد مستقل حتى لو مو من داخل العمليه السياسيه حتى يخدم الشعب العراقي.
انسان مثل ما يقول عنده شخصيه، عنده كاريزما، عنده تصرفات ذكيه بحيث تكسب الشعب العراقي وتحقق له مطالبه. احنا مطالبنا معروفه، انه يكون عندنا انتخابات مبكره يحدد موعدها، وكذلك انه يعدل قانون الانتخابات اكمال التعديل مالته وتصديق عليه. حد الان بعد الاضراب، الكل يعرف انه الاضراب دائما يعني اداه ضاغط على الحكومات بالعالم. احنا ضربنا عن الدوام حتى نحقق مطالبنا. احنا حالنا حال الشعب العراقي، مواطنين، وباشر بالمستقبل راح يكون موظفين، يكون مهندسين، يكون اطباء. بظل الظروف والادوات اللي وفرها العراق حاليا والحكومه، فهذا شيء فاشل ما نقدر نكمل به. احنا ضروري نخدم وطننا، وحاليا بهذا ضربنا قاعد نخدم وطننا. جربوا قمع، جربوا دخانيات، غاز مسيل للدموع، رصاص حي، جربوا خطف، جربوا اغتيالات، كل شيء جربوا ويانا. وحتى ركوب الموجه هم قاعد يجربوها. احنا نوعا ما راح ننقمع اذا ما تحقق مطالبنا. الناس ما خوفنا، هسه شو خوفنا بعد؟ بصوره عامه احنا كل ما نطلع هسه من ساحه المظاهرات انا ارجع لبيتنا اشوف انا ليش لازم استمر، اشوف نقص الخدمات، اشوف نقص التعليم، اشوف المشاكل الامنيه، اشوف التسيب الموجود، اشوف الرشوه، اشوف الواسطه، هذا الشيء امشي واشوفه بعيني، هذا كله يخليني ارجع اكثر عزيمه واكثر اصرار. هذا الشيء مو بس هيك، انه احنا مساركين طريق الحق، هذا الشيء اللي نعرفه احنا، وهم الباطل، والحق دائما يصر على الباطل اكثر من اصرار الباطل على الحق. كل احنا نرفض محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء بسبب توجهه السياسي. احنا اول ما طلعنا يوم 28 اكتوبر ردنا انه الشخصية اللي تحكم العراق شخصية مستقلة، بس للأسف جابونا شخص كل احنا نعرف توجهه السياسي. احنا ما نقول منو اللي يريد ينهي الاعتصامات، بس هو معروف للشعب العراقي. بس احنا مستمرين حتى تحقيق المطالب، حتى لما ما يرجع ابو ساحه التحرير، لما ما يرجع ابو ساحه الحبوبوي، ويمتى يرجعوا؟ احنا ما طالعين بطرانين، احنا طلاب ما طالعين بطرانين، طالعين الهدف معين، طالعين نحقق طموحات هذا الشعب اللي جاي ينزف دم. احنا نريد نغير الفاسدين، نريد نطلع الفاسدين برا، نريد ناس مصلحه تحكم هذا الشعب على مود تخليه برفاهيه ويرتاح. هذا الشيء كل احنا فدوه للعراق، وهذا الشيء الجاي نسويه قليل بالعراق. وبالنسبه للناس النايمه، هو بعد كل من وغيرته، كل من وغيرته على بلده، لان اللي جاي يشوف البلد وجاي يشوف الناس اللي جاي تروح. البارحه شفتوا انتم الطلاب اللي استشهدوا بالنجف، ليش؟ المن هم كلهم طلاب ويردون يردون مستقبل، يردون ينجحون، لكن العراق افضل من كل شيء. حاليا التهديدات الحكوميه والحزبيه احنا ما بغنى عنها، بس ان شاء الله مستمره، نسال من الله الاستمراريه وثبات اولادنا وطلابنا. مرفوض بسبب ترشيحه من قبل الكتل السياسية اللي احنا اساسا رافضين اي مرشح من عندهم بسبب فسادهم، بسبب اللي وصل لهذا البلد من بعد 17 سنة. ماكو انجازات، ماكو شيء ملحوظ، ماكو يعني اهتمام بالشعب بصورة صحيحة، فقط شفنا الفساد منتشر ودا ينتشر سنة بعد سنة. رفض من قبل الفئات المجتمع من ضمنها الطلاب ايضا كان، واصلا اساسا هو الطلاب كانوا العمود الفقري لهذه الثورة، بالاضافة الى انه الاعتداء السافر اللي صار ببغداد ضد الطلاب كانت نتيجته ايضا زيادة بزخم هذه التظاهرات. ورفضنا وطلعتنا اليوم هي اصلا يعني لتعبيرنا عن رفضنا. طبعا هنالك من يريد انهاء هذه الاعتصامات والاضراب الطلابي في سبيل انه اسكات الثوره، لان يعني يعتبرها هي عمود الفقري لهذه الثوره، واضرابنا هو دليل على رفضنا. طبعا ما نجح هذا الاسكات، محاوله اسكات الطلاب وارجاعهم للدوام ما نجحت طبعا بسبب عدم تحقيق المطالب الى هذه اللحظه بصوره صحيحه.
والاعتداءات المستمرة على الطلاب وعلى المتظاهرين. الشعب يريد تغيير هذه الأنظمة اللي توالت على مدارس على طول هذه السنوات بدون تحقيق أي إنجازات. يريد مرشحين وطنيين، يريد ناس فعلا تقدر قيمة هذا البلد وتبني هذا البلد بصورة صحيحة. مثلا هذه الإضرابات مستمرة لحين تحقيق المطالب بصورة صحيحة أكيد، ولأنه الحكومة تتجاهل هذه المطالب مع الأسف راح يكون إنه أكيد أكو تصعيدات بالمستقبل، راح يكون إجراءات نتخذها على مود إنه نوصل الصوت بصورة صحيحة وتبقى سلمية أكيد رغم كل القمع. لأنه شخص جدلي وله تهم فساد سابقة، وهو شخص فشل في وزارة للاتصالات وشخص مشكوك في أمره. الذي يريد إنهاء الاعتصامات الطلابية هو شخص معروف لمن تابع لجهات معينة ومصالح ضد هذه الثورة العظيمة، لكن المطالب تحقق جزء منها وليس جميعها. نحن نريد هذه الحكومة أن تذهب جميعها، لأن حكومة فاشلة فاسدة قاتلة، حكومة القناصين يجب أن لا تستمر ولا تبقى. فدم أكثر من 700 شهيد في رقابهم جميعا. نحن نريد إسقاط النظام بأكمله، لأن النظام هذا نظام فاشل حكم 17 عاما ولم يفلح بشيء واحد. العراق رجع على الخلف بينما الدول الأخرى تقدمت بسبب فشل هذا النظام وولاءاته للدول المتعددة، دول جوار ودول غربية وكثيرة. هم 700 شهيد وأكثر من 4000 إلى 5000 معوق. هم الوطن نحن أردنا وطن لكي نعيش فيه بحرية، لا وطن حزبي ولا عنصري ولا طائفي ولا قومي، وطن فيه كل أشكال الديمقراطية، لا ديمقراطية وحرية شكلية. هذا الوطن الذي يريده الطلاب. إن شاء الله نستمر إلى آخر قطرة دم ولا آخر نفس ولا آخر شهيد، لأن 700 شهيد هم من قادوا هذه الثورة، و700 شهيد لا يجب أن يذهب دمهم هدرا ولا ذهابا بدون أخذ ثارهم بمحاكمة القناصين والفاسدين الذين قتلوهم من أحزاب وحكام وتعليقهم في المحاكم ولا أحبال المشانق. الله أكبر يا شهيد.
محمد علاوي لم ينتخبه الشعب العراقي، المحتجين لم ينتخبوا علاوي لأنه تم فرضه علينا بالقوة من قبل الأحزاب ومن قبل السلطات المتمكنة في العراق. بالنسبة لإنهاء الاعتصامات كما شاهدنا اليوم بالنجف قمع المعتصمين وحرق خيامهم، هذا دليل قاطع على أن المتظاهرين والمحتجين يتعرضون من قبل الأحزاب، يتعرضون من قبل السلطات المتنفذة، يتعرضون من قبل الجهات الإيرانية والديون، يريدون قمع المظاهرة لكن المظاهرة مستمرة والاعتصامات مستمرة والاحتجاجات مستمرة. لآخر نفس بينا، ولو كنا احنا قلة قليلة، ولو تخاذل الكثير من عندنا، لكن احنا راح نبقى نسقط النظام ونعيد تجديد حكومة جديدة، انتخابات جديدة، رئيس وزراء جديد يختار من قبل الشعب. صامدون، لا نتزحزح أبدا. القميص الأبيض له دور كبير لأنه مثقف، لأنه واعي، لأنه يؤمن بأن قضيته قضية وطن. نريد وطن، يجب على كل طالب أن يقف في ساحات الاعتصام والاحتجاج. أنا لا أشجع على تركي مقاعدهم الدراسية، لكن الوطن لا يحتمل، يجب على الجميع أن يتكاتف في ساحات الاعتصام، من طلبة، من أناس كثيرة، من جهات معنية في محافظة البصرة والعراق. لازم نكون إحنا إيد واحدة، لأن قضيتنا قضية وطن. مهما كان ومهما حدث سوف نصمد، ويصمد الطلاب في ساحات الاحتجاج والتظاهر. مهما حرقوا خيامنا، مهما قتلونا، مهما اعتقلونا، سوف يكون بدل الواحد عشرة، وسوف ننتصر على الأحزاب، ننتصر على السلطات القمعية التي المتمثلة في دوائر الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كثوره شبابيه مثل ما تعرفون احنا في بدايه ساحب في بدايه الاعتصامات انطينا عده نقاط لشخصيه رئيس الوزراء، لكن احنا اليوم نشوف انه رئيس الوزراء مو من ضمن المواصفات اللي وضعتها المتظاهرين وساحات التظاهرات في كل محافظات العراق. فبالتالي اليوم نشوف هذه الاصوات الحقه، الاصوات التي تهتف بصوت التغيير، يهتفون ضد محمد علاوي. اليوم ان شاء الله الثوره ما راح تنتهي، والاعتصام الطلابي احنا اليوم في راهننا في بدايه التظاهرات، قلنا انه هي هذه الثوره ثوره وعي، ثوره طلابيه، ثوره شبابيه. فبالتالي اليوم الطبقه المثقفه والطبقه الداعمه في ساحات التظاهر هي الطبقه الطلابيه. اليوم خير دليل على انه الطلاب متواجدين في ساحات الاعتصام يساندون اخوتهم في المتواجدين في ساحات الاعتصام، ايضا هم الطلبه اليوم متواجدين، هذه الاصوات التي تهتف دائما من كل الجامعات. اسقاط النظام هو مطلب جماهيري، ايضا هو تغيير واقع الحال، يعني اي تغيير الشخصيات الفاسده، الاحزاب الفاسده اللي دمرت العراق منذ 2003 الى هذا اليوم. فبالتالي وهذا المطلب مشروع، وان شاء الله بفضل هذه الاصوات الحقه المطالبه بالتغيير ان شاء الله سيكون عراق افضل. اليوم هو اللي تركنا من اجله ساحه الدراسه وجينا هنا في ساحات الاعتصام، هو مطلب او كلمه بسيطه جدا، نريد وطن. هذا الوطن الاب العراقي الكبير الذي لم يفرق ما بين سني ومسيحي وصابي وشيعي، اليوم هو بحاجه الينا، بحاجه الى الشباب بعد ان تكاثرت عليه الاعداء وايضا السياسيين. اليوم فحقيقة تركنا مقاعد الدراسة حتى نغير واقع الحال المتواجد في البلد والمأساة التي تجري في البلد، وإن شاء الله سنكون قادرين على التغيير. سنستمر إن شاء الله حتى تحقيق المطالب.
الصف من منها. بشكل عام، لكن لم نرى أي تحقيق من مطالب الشعب. الشعب صار لأكثر ما يقارب من 4 أشهر متواجد في ساحات الاعتصام، وخلال هاي 4 أشهر خلوا المتظاهرين أو المعتصمين عدة نقاط أو عدة مطالب لكون الرئيس الوزراء، وهاي ما تنطبق على محمد أو على اكو جهات معينه يعني شلون تريد تفضل الاعتصام، بس المعتصمين ثابتين بتواجدهم ساحات الاعتصام، حتى لو انقمعوا احترقت خيمه يرجعون 10 خيام من مكانهم. احنا كنا طالعين نريد وطن، نريد يلبون مطالبنا، وهي مطالب بسيطه يعني ما طالبين اشياء هوايه يعني من عندهم، اشياء بسيطه، نريد وطن بس، وكافي كافي من المجزرات اللي جايه تصير. رغم كل الصعاب ورغم كل التهديدات ورغم كل شيء، احنا باقين وصامدين هنا اليوم وباكر وعقبه الى ان تحقق مطالب الشعب. طبعا ساحات الاعتصام ترفض محمد توفيق علاوي بعدم انتخابه من قبل الشعب، وخاصة المتظاهرين في المحافظات الجنوبية وعموم العراق. متظاهرين يطالبون برئيس وزراء من رحمة التظاهرات، يعني عاش معاناتهم من بداية التظاهرات لحد الآن. ما نرفض جملة وتفصيلا رئيس الوزراء الجديد. طبعا الكثير هناك من المتربصين الذين يريدون انهاء هذه الاعتصامات وهذه الثورة التي بدأت منذ 4 أشهر تقريبا، هي مطالبة بالحقوق المسلوبة التي سلبتها الحكومة والأحزاب والناس او الكتل التي تريد انهاء هذا البلد. القانون للانتخابات، حل البرلمان بالكامل من أجل تكون السلطة موحدة. عندنا مثل يقولون إذا كثرة الباخرة أو كثرة السفينة كثرة ملاليحة غرقت يلهاف. طبعا أنا كوني نطالب قانون مرحلة ثالثة، تركت المقاعد الدراسة والمحاضرات مو لأن أنا أجهنا أتونس أو لا، مطالبة بالحقوق. أنا 3 سنوات من الدوام المستمر ومصاريف والتعب وخسر الوقت ومصيري مجهول. بعد التخرج شنو اللي يحصل؟ أنا مو هنا اليوم قضيتنا قضية تعيين وكذا، لا، هناك قضية مستقبل أبنائنا، مستقبل الوطن بالكامل. شباب اليوم خرجوا من أجل هذا الوطن. طبعا رغم القمع اللي حصل بالساحات التظاهر في المحافظات وبصورة عامة، هناك نشوف تجديد، يعني كل ما صار قمع كل ما زادوا، حرقوا الخيام، بنوا مو شكلوا خيام اخرى، لا بنوا، يعني يتحدون كل شخص انه يريد ينهي هذه الاعتصامات او هذه الثوره ليس مدفوعه من جهه معينه، انما مدفوعه من روح وطنيه وحب الوطن، هو فطره الهيه من الله سبحانه وتعالى.
تبلش هناك عبر الشارع.